شيء له تخصص معين، وأيضا للهندسة كذلك أقسام مختلفة. معانا الحين على الخط المهندس أحمد المحرمي، حياك الله أخوي أحمد. يا حيا الله وسهلا أستاذ أصايل، ومرحبا وسهلا وصباح الخير أيضا لكل المستمعين في إذاعة الشبيب. أهلا وسهلا فيك، بداية شاكرين قبولك هذا الاتصال. تشريف طال عمركم في أي وقت. الشرف لنا. خلنا نتعرف على مجال الهندسة اللي أنت متخصص لنا. طبعا هو تخصص مسح الكميات، هو هندسة مسح الكميات. طبعا خلينا نتكلم أولا، أنا خريج من الكلية التقنية العليا ببكالوريوس في مجال هندسة مسح الكميات. حلو. مسح الكميات طبعا هو تخصص دائما معني بإدارة المشاريع من الناحية المالية. كيف يدير المشاريع بالناحية المالية؟ قبل بداية المشروع يتم حساب تكاليف، إعداد تكاليف المشروع ما قبل بدايته، وأثناء المشروع أيضا يتم متابعة تكاليف المشروع أيضا من قبل مهندس مسح الكميات لحصر وإعداد أيضا التكاليف المادية المصرفة المصروفة في هذا المشروع، وكم المتبقي لصرفها يعني. حلو. طيب أخوي، نرجع لأيام الدراسة، نحن نعرف أن حياتنا كلها مواقف، لولا هذا الموقف ما صار هذا الشيء، فأنت إيش الموقف اللي خلاك تختار مسح الكميات ما اخترت قسم ثاني من الهندسة؟ والله أنا دائما يعني أحب أني أدخل في مغامرات دائما يعني، هذا من طبعي يعني. جميل. فمن التخصصات اللي كنت ما حاط لها أبدا في الحسبان هي تخصص مسح الكميات. كنت دائما يعني أرغب أني أدخل تخصص الهندسة المدنية بكون أني غالبا أو عندي معرفة سابقة أيضا بـ بـ بالأمور يعني في الهندسة المدنية. أيوة، ومجال المقاولات وغيره اشتغلت بعض الفترات يعني. حلو. عندك خبرة من قبل يعني؟ خبرة بسيطة، ما تعتبر يعني خبرة بمعنى يعني الخبرة العملية. أيوة. ولكن بعد فترة يعني تقريبا من السنة الثانية بعد ما دخلت بعد ما خلصت المرحلة التأسيسية سمعت بتخصص مسح الكميات، حبيت أتعرف عن هذا التخصص. قالوا لي أن التخصص هذا يدخل فيه الحسابات كذا، وأنا من النوع اللي ما أحب الرياضيات يعني بشكل عام. طيب يعني متخصص هندسة وما تحب رياضيات؟ لا يعني هذه، شوفي، لا هذه الهندسة يعني مهندسة مسح الكميات يعني مش بال يعني الرياضيات البحتة اللي تستخدم فيها الرياضيات البحتة بشكل خاص مثل التخصصات الباقية. هذه شوية تأخذ العموم يعني تأخذ الرياضيات العامة مثل المساحة وغيرها من الأمور. هذه الأمور يعني التطبيقية نوعا ما. أيوة، التطبيقية وسهلة يعني أكثر. وانت تحب يعني الشيء البحت. وانا ما اريد، ما احب يعني الرياضيات البحتة يعني من زمان من ايام الدراسة يعني شيء بالنسبة لي عقدة. جدا يعني، واعتقد يعني الكثير يتفق معايا. صحيح. طيب البعض يعني حبها. جميل. اخوي، بما انك انت متخصص هذا المجال، نلاحظ ان قليل من الطلبة يتخصص مسح الكميات، برأيك ايش السبب اللي يخلي الطلبة ما يختار وايد مسح كميات؟ يعني نادرا ما نحن نسمع هذا مهندس مسح كميات، يمكن في الاوان الاخيرة بدأ يعلى الرقم، ولكن قليل يعني بالنسبة للتخصصات الباقية من قسم الهندسة. نعم، سؤال جميل. طبعا تخصص مسح الكميات يعني اذا جينا نشوفه من الناحيه يعني من في سوق العمل تقريبا تخصص جديد بالنسبه للعمانيين، حتى يعني ما في مثل ما نقول التخصص ما يعني في كليات قليله فقط موجود هذا التخصص، والان فقط بدا يستحدث. طبعا ممكن من اوائل الكليات اللي هن كان يدرس في هذا التخصص هي الكلية التقنية بمختلف فروعها، فممكن انه الطالب ما دائما يعني ممكن انه يحب يغامر ويدخل تخصص مش معروف مجهول ايضا في سوق العمل، فبالتالي ياخذ التخصصات المعروفة اللي ممكن هو من خلالها يقدر انه يستطلع، يقدر يحصل له على مراجع يعني من اصدقائه كيف انا ادرس هالمادة، ويسأل عنه ويحصل المعلومة بشكل أسهل وأسرع. جميل. فممكن يكون هذا سبب أيضا يعني. طيب أخوي، بعد في سؤال ثاني الحين اللي يطرح نفسه، أكيد في طلب الحين يسمعونه هم يدرسوا هندسة ولكن ما تخصصوا أي قسم من الهندسة، يسمعوا عن هندسة مسح الكميات، ولكن كونك أنت اشتغلت في هذا المجال، هل تشوف أن سوق العمل يطلب نسب كبيرة؟ لأن مثلا الحين أنا راح أتخصص هذا المجال وغيري راح يتخصص، راح يصير معانا أعداد كبيرة متخصصين مسح كميات، ولكن هل سوق العمل
العمل يطلب هذا التخصص بشكل كبير؟ هو سوق العمل إذا جينا نحدد جهة معينة اللي هي أو نقول نصح التعبير نقول مثلا يلا خلينا نقول أنه الإنشاءات المشاريع هذه الأمور هذه تتطلب بشكل كبير مساحين كميات. ولكن إذا جينا من جانب آخر اللي هي مجالات النفط والغاز والمجالات الأخرى ممكن تتطلب هذا التخصص بس مش بالشكل الكبير يعني فقط نسب بسيطة فنسب بسيطة أو متفاوتة. فأحيانا بعض الشركات يعني قد تكون يعني بما أن هذا التخصص مستجد قد تكون لا تعرف أو ما أقول يعني لا تعرف يعني ممكن لا تحتاج إلى مثل هذا التخصص معها لأن ممكن المهندس المدني هم على حسب علمهم يلم الموضوع بشكل كامل أيوة بالضبط. بس يعني إذا جينا على التفاصيل الداخلية لمساح الكميات مساح الكميات ممكن أنه يدخل أيضا في مجال العقود أيضا ممكن يكون في متابعة للعقود من بدايتها ما قبل المشروع وأثناء المشروع يعني في يدخل في المراجعة في التدقيق على الحسابات وغيرها على السريع أخوي بس ناخذ المهارات اللي لازم تكون مع المهندس الخاص بمسح الكميات. أنت قلت قبل شيء ونقطة مهمة أنكم تاخذوا الرياضيات بشكل كبير أكثر من التخصصات الثانية للهندسة فإيش أيضا المهارات الثانية اللي لازم تكون في المهندس؟ أهم مهارة يمكن يتحلى بها مهندس مسح الكميات هي مهارة التواصل مع الآخرين لأن أنت تكون يعني دائما متواصل مع المقاول أيضا مع المالك هذا نتكلم عن المشاريع أيضا متواصل يعني مع جهات عدة أثناء تأديتك للمشروع مهارة التواصل مهارة التفاهم مهارة يعني مثل ما نقول الكوميونيكيشن باللغة الإنجليزية يعني فهذه مهارة مهمة لازم أن يتحلى فيها مساح الكميات يبعد عنا الخجل دائما يكون جريء في كل المواقف اللي يعني يكون فيها. جميل. السؤال الأخير لو رجع بك الزمن تاخذ مسح كميات ولا تاخذ قسم ثاني من الهندسة أو بشكل عام ما تختار مجال الهندسة؟ سؤال صعب جدا. لا والله هو شوفي يعني أنا بأمانة ما كنت يعني بعد ما اشتغلت عرفت التخصص هذا بشكل كبير وخلينا اختصر الموضوع فإذا رجع بالزمن عادي بالعكس أنا بختار مسح الكميات وبكل قوة لأن صراحة مجال يعني حبيته كثير وحبيت طبيعة العمل فيه يعني. جميل شكرا أيوة لك نعم. أخوي المهندس أحمد المحرمي مهندس مسح كميات على هذا الاتصال شكرا لكم وشكرا على حسن الاستضافة نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وصباحكم سعيد جميعا حياك الله أخوي الله يعافيكم.